قد يتعرض السجاد للاتساخ بشكل دائم، خصوصا عند وجود الأطفال في المنزل. لذا نقدم لك بعض الأفكار التي تساعدك في تنظيف السجاد وتعطيره. لتنظيف قطعة السجاد، أنت بحاجة إلى وعاء من الماء، القليل من كربونات الصودا، القليل من مسحوق الغسيل، فرشاة، وقطعة من القماش. أضيف القليل من كربونات الصودا ومسحوق الغسيل إلى وعاء الماء. حددي مكان البقعة برسم دائرة حولها. ضع الخليط على مكان البقعة بواسطة الفرشاة. امسح الخليط بقطعة القماش من دون الخروج عن حدود البقعة. لتعطير السجاد، أنت بحاجة إلى وعاء صغير، زيت عطري، ملعقة من كربونات الصودا، مصفات، وكيس مخصص للمكنسة الكهربائية. أضيف بضع قطرات من الزيت العطري على القليل من كربونات الصودا، ثم امزجي الخليط جيدا وقومي بتصفيته بواسطة المصفات. امسحي قطعة السجاد بالخليط. قومي برش قطرات الزيت العطري داخل كيس المكنسة الكهربائية وقومي بتكنيس السجادة. لاستقامة السجاد بطريقة عملية منعا من الانزلاق، أنت بحاجة إلى قليل من الماء وقطعة أثاث. رشي القليل من الماء على حواف قطعة السجاد. قومي بثنيها للداخل وضعي عليها الكرسي لمدة ساعة تقريبا. ولتثبيت السجاد على الأرض، استعيني بالسيليكون لرسم خطوط عشوائية على الجهة الخلفية للسجادة. وبعد أن يجف السيليكون، أعيدي قطعة السجاد إلى وضعيتها الصحيحة.